شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأطفال، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول: المنهج النظري للإسلام، والفصل الثاني: المنهج العملي للإسلام. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو المنهج أو الموقف النظري للإسلام، مقدمة لهذا المبحث لا بأس أن نذكر أن الطفل له ثلاثة أنواع من الحاجات. النوع الأول: الحاجات الجسدية. النوع الثاني: الحاجات العاطفية. النوع الثالث: الحاجات الروحية.
أولا الحاجات الجسدية للطفل، ما هو نظر الإسلام في هذه الحاجات؟ نظرية الإسلام في حاجات الطفل الجسدية ربما لا نجد لها نظيرا بهذه السعة وبهذا الشمول وبهذا العمق في أي قانون من قوانين الدنيا. الإسلام يرى أن الجهة المسؤولة عن حاجات الطفل المادية هي الأب. الأب يجب عليه أن يوفر هذه الحاجات حتى إذا توقف توفير هذه الحاجات على مقدمات. إذا الأب ما كان موجوداً أو ما كان قادراً، الجهة الثانية التي يجب عليها تأمين هذه الحاجات هي الأم. وفي نظر بعض الفقهاء الأم تقع في مرتبة متأخرة. على كل حال، سواء كانت الأم في مرتبة ثانية أو في مراتب أخرى لاحقة، الأب أولاً والأم ثانياً، يجب عليهما أن يوفر جميع الاحتياجات المادية لأولاده. إذا توقف الأمر على مقدمات، هنالك قاعدة يذكرها الفقهاء في علم الأصول، أن مقدمة الواجب واجب، إما بالوجوب العقلي وإما بالوجوب العقلي والشرعي. إذا توقف الأمر على العمل، يجب على الأب أن يعمل. إذا توقف الأمر على أن الأم تتعلم حرفة أو صنعة، الأب توفي، الأم بقيت وحدها ولا تتمكن أن تدير هؤلاء الأولاد، يجب عليها أن تتعلم الحياكة مثلا أو أي حرفة أو أي عمل حتى تؤمن حياة هؤلاء الأولاد. إذا توقف الأمر على الضرب في الأرض،
في البلد ما أتمكن أأمن عائلتي وأولادي، ولكن أتمكن أسافر. يجب علي بالوجوب المقدم أن أسافر، لأن هذا مقدمة الواجب. إذا توقف الأمر على الاستقرار، الأب ما عنده، الأم في المراتب اللاحقة ما عندها، وتمكن الأب أو تمكنت الأم من الاستقرار، يجب عليه ويجب عليها الاستقرار، لأن هذا مقدمة لأداء الوظيفة. ماذا يدخل في دائرة مسؤولية الأب وفي دائرة مسؤولية الأم؟ دائرة يعبر عنها الفقهاء بدائرة الحاجة، وهي دائرة وسيعة عريضة. هذا الطفل يجب ألا تظل له حاجة. مفهوم الحاجة مفهوم وسيع. ما هي الحاجة؟ الطفل يحتاج إلى طعام. عندنا طعام الصيف، عندنا طعام الشتاء، كل فصل ربما يحتاج إلى طعام معين. الأب يجب عليه أن يوفر الطعام بالمقدار المتعارف. الشراب أنواع، ما يشرب يجب عليه أن يوفر. المأوى، الأولاد يحتاجون إلى مأوى. المأوى ربما يكون في بلد الكوخ، ربما يكون في بلد خيمة، وربما يكون في بلد بيت مبني بالآجر أو بالإسمنت. الأب لازم يوفر، هذا ابنك. ما دام هذا الابن أو هذه البنت محتاجاً أو محتاجة، يجب أن يوفر هذه الحاجة. يحتاج لا سمح الله إلى عملية جراحية. حتى إذا تكلف هذه العملية الجراحية الملايين لا سمح الله، إذا الأب يتمكن والطفل لا يتمكن، يجب على هذا الأب وعلى هذه الأم أن توفر نفقات هذه العملية. الفقهاء يذكرون أغرب من ذلك، يقولون إذا من شأن الابن أو البنت الإخدام، يحتاج إلى خادم، يجب على هذا الأب أن يوفر الخادم لأولاده. إذا يحتاج إلى أكثر من خادم، طبعاً كل هذا يلحظ فيه العرف، الشأن الاجتماعي، يحتاج إلى خادمين، يحتاج إلى 10 خدم،
يجب عليهما أن يوفر الخادم لهؤلاء الأولاد. وبعبارة مختصرة، أن تلبى جميع الاحتياجات المادية للأولاد، لا تبقى هنالك حاجة. أكو في الدنيا قانون، أنا لا أعهد، يفرض على الأب هذا الحد من المسؤولية وهذا المقدار من التكفل، حتى إذا يتمكن أن يذهب ويستقرض يجب عليه ذلك. طبعا هذا إذا كان الابن أو البنت غير قادر، وإلا إذا الابن هو قادر يجب عليه بذاته. إذا الطفل عنده مال تتمكنون تأخذون، الأب يتمكن يأخذ من مال الطفل وينفق على الطفل. المولود إذا إلى هدايا الأب يتمكن يأخذ هذه الهدايا ويبيعها وينفق ثمنها على الطفل. أما إذا ما يتمكن، الأب هو الموظف والأم هي الموظفة. هذه كلمة حول النوع الأول، وهي الحاجات المادية أو الحاجات الجسدية. النوع الثاني، وهي قضية مغفول عنها، الحاجات العاطفية، وبعبارة أخرى الحاجات النفسية. احنا أولا نضع القضية في إطار عام. الحياة لا تقوم بالعقل فقط. الإنسان بالعقل يتمكن أن يغزو الفضاء، الإنسان بالعقل يتمكن أن ينفذ في أعماق الأرض، الإنسان بالعقل يتمكن أن يفجر الذرة، الإنسان بالعقل يتمكن أن يبني ناطحات السحاب، ولكن الإنسان بالعقل وحده لا يستطيع أن يبني حتى عائلة من نفرين. الاجتماع يحتاج إلى عاطفة. هذه الكلمة وردت في الروايات، هذه الرواية في الكافي الشريف لعلها عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تعاطفوا، المجتمع تعاطف، تعاطف صيغة تفاعل، ظاهر هذه الصيغة يعني من الجانبين تعاطف، مثل تضارب. تضارب يعني شنو؟ يعني هذا ضرب ذاك وذاك ضرب هذا. تعاطف يعني التفاعل من الجانبين. تعاطفوا، الأب يعطف على أولاد، الأولاد أيضا يعطفون على أبيهم. إحنا نظن أن الآباء لا يحتاجون إلى عاطف، الأب يستحي أن يظهر، الأب بحاجة إلى عاطفة، مو فقط الطفل الصغير بحاجة إلى عاطفة.
الشباب ما يفهمون هذا الشيء كثير منهم، ولكن في يوم من الأيام إذا هم أصبحوا آباء وأصبحوا أجداد يفهمون هذا الشيء. الأب بحاجة إلى عاطفة، الأب بحاجة إلى تدليل، عطف. هذا الظمأ في النفس، الظمأ في الروح لا يسده شيء، طبعا بالشكل المناسب. الأب يخجل أن يظهر ذلك، وكلما يطعن في العمر يحتاج إلى عاطفة أكثر، ويحتاج إلى حنان أكثر، ويحتاج إلى مودة أكثر. الأولاد ينبغي عليهم أن يفهموا ذلك، يفهمون لغة الشيوخ ويفهمون لغة الكبار. الكبار لهم لغة معينة لا يفهمها الإنسان إلا إذا هو صار كبير. الأب يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى حنان. هذا الظمأ. الحياة مثل صحراء قاحل، كل واحد في المجتمع، الأب، الابن، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، الغريب، القريب، يحتاج إلى عاطف. المجتمع يقوم بالعاطف، الحياة العائلية تقوم بالعاطف. إحنا نظن أن الحياة العائلية تقوم بالمال، لا، الحياة العائلية لا تقوم بالمال فقط، يحتاج إلى عطف. الرجل يجب أن يعطف على زوجته، المرأة يجب أن تعطف على زوجها. ربما واحد فقير ولكن حياته العائلية سعيدة، لأن حياة ملؤها العاط والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة مو جدار، واحد يتعامل مع الجدار تعامل آلي مادي. المرأة مو سيارة، واحد يتعامل مع هذه السيارة تعامل مادي آلي. المرأة إنسان، المرأة لها عواطف، المرأة لها مشاعر. الرجل كذلك أيضا، الرجل مو آلة، الرجل مو أداة، الرجل أيضا له مشاعر. عندما واحد يدخل في البيت ويجد أن المرأة طبخت طعاما يشكر. الشكر مو لازم يكون شكر مباشر، يعني واحد يقول شكرا، هذا النوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع إظهار المحبة والمودة. لا، يقول الطعام جدا كان طيب. إذا كان طيب، واحد لا يكذب طبعا، يراعي الضوابط الشرعية، طعام جدا كان طيب. الرجل عندما يدخل البيت، المرأة تستقبله عند الباب، تخفف عنه إرهاق الحياة وعناء الحياة. أما أنه المرأة قاعدة في غرفتها والرجل قاعد في غرفته، ولا شأن لأحدهما بالآخر، وكل واحد في عالمه، كل في فلك، هذا لا يقيم الحياة العائلية، هذا لا يقيم الحياة. الله تعالى في هذه الآية يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الزجاجة، زجاجة الإرضاع، تلبي الحاجة المادية للطفل، ولكن لا تلبي حاجته المعنوية. هذه الزجاجة ما إلها عواطف، ما إلها مشاعر. إذا أخذت مرضعة، المرضعة ما إلها عواطف الأم، المرضعة امرأة مستأجرة. حتى إذا أخذت هذا الطفل وأرضعته وناغته، لبت حاجته المادية، أشبعته، أروته، ولكن شتان،
انتوا جربوا هذا الشيء في حديقة بيتكم، ازرعوا نبتة، نبتة انتوا عندكم علاقة خاصة بهاي النبتة، تروح إلى الحديقة تشوف هذه الشجرة، ولكن شجرة انت ما زرعتها، شجرة ربما تتوقف عندها، ربما تثير إعجابك، ولكن النبتة اللي أنت زرعتها شيء آخر، هذا أثرك، العامل الفاعل إلى علاقة بأثره. في المكتبة تروح أكو 1000 كتاب، ولكن الكتاب الذي أنت كتبته إلك علاقة خاصة به، كتابك هذا تشعر أنه جزء من كيانك. أكو مجموعة من الصور، صور جماعية التقطت جماعة، أول ما تنظر تنظر صورتك أنت كيف طلعت في هذه الصورة. الإنسان إلى علاقة بذاته وبكل ما يتفرع عن ذاته. هذه المرأة، الأم، هذا الطفل جزء منها، بعض منها، في حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه، على ما أتذكر ربما هذه العبارة: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ربما قريب إلى هذا المضمون. هذا بعض، هذا جزء منه، هذا 9 أشهر كان في بطنها، هذا تغذى من دمها، هذا الطفل. وين هذه العلاقة وعلاقة هذه المربي؟ الأم عندما ترضع الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الأم مو فقط تعطي لبن وإنما تشعره حرارة بدنها، تسمعه لذيذ ألفاظها، تشعره دفء لمسها، تشعره رقة مناغاتها. هذه توجد عند امرأة أجنبية بالمقدار الذي يوجد عند الأم؟ ما يمكن، ما يمكن، هذا مو اصطناع، ليست الثكلى كالمستأجرة. واحد مات منه قريب، امرأة مات قريبها، ابن مات أبوها، جيبوا امرأة مستأجرة خل تبشي، ما تتمكن تبشي، ليش تبشي؟ أما البنت تبكي من أعماقها، تبكي من أعماقها. هذه الأم تختلف، الطفل لم تظهر عليه العلائم، يبتسم، يتجاوب مع الأم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، عامان كاملان. هذا الطفل مو فقط يحتاج إلى لبن، وإنما يحتاج إلى عاطف، يحتاج إلى حنان. النبي صلى الله عليه وآله، نعود إلى الإطار العام، إحنا في الواقع العاطفة ومظاهر العاطفة في مجتمعنا جدا قليل، وهذا من آثار الحضارة الغربية المادية اللي يعانون من جذب في هذا الجانب، ما عندهم عواطف بشكل عام، الظاهرة العام. النبي صلى الله عليه وآله كان جالس في المسجد وحده، وحده، مسجد كبير، فدخل رجل. إحنا واحد يدخل في الديوانية ما حد ما يعتني فيه، لا يقام له، هذا أخوك المؤمن، لا يتحرك له، لا يقول له كلمة، أصلا يشعر أنه مهمل في هذا المجتمع.
دخل الرجل إلى المسجد والنبي كما في الرواية صلى الله عليه وآله وحده في المسجد، فتزحزح له النبي صلى الله عليه وآله. الشكل تحرك من مكان، مثل أحيانا قاعد في مكان يجي واحد تتحرك حتى يجي يقعد في مكانك أو في بعض مكانك. فقال الرجل: يا رسول الله، إن في المسجد سعة، مسجد كبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن من حق المسلم على المسلم، هذا حق، أو المؤمن على المؤمن، أن يتزحزح له إذا جلس إليه. واحد إجا قعد يمكم بالديوان، يتحرك من مكان، تفضل هنا أنا أقعد. هذا نوع من الاحترام، نوع من إظهار المودة، نوع من إظهار المحبة. هاي الأشياء هي التي تقوي روابط المجتمع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا شهر أمير المؤمنين في القضية المعروفة، الرجل أنا الشيء اللي شفت في الرواية ذمي، يعني إما يهودي أو مسيحي أو مجوسي، ذمي اللي شفته في الرواية، تصاحب في الطريق عند مفترق الطريق، الإمام مشى مع الذمي. قال: لماذا؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن من تمام صحبة الرجل صاحبه أن يشيعه، تمشي ويا خطوة، وبهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله. قال الذمي: بهذا أمركم نبيكم؟ قال: نعم. قال الذمي: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريم. ثم مشى كما في هذه الرواية التي رأيتها مع أمير المؤمنين هذا الذمي، وتحدث حول الإسلام فأسلم الرجل. هذه الأخلاق، أن أمير المؤمنين وهو الحاكم الأعلى يمشي مع الذمي بهذا المنهج. الناس دخلوا في دين الله أفواج، هاي القضية جديدا اتفقت. اختصر القضية: رجل من هذا البلد أو من هذه البلاد، في يوم ماطر في البلاد الأجنبية، رأى امرأة شافها، امرأة ضعيفة تحت المطر بدون أن يعرفها. عند مظلة أخذ المظلة وأعطاها مظلة. حقيقة إذا الغربيين كانوا يرون هذه الأشياء منا نحن المسلمين، الآن في الغرب أكو إقبال هائل كما سمعت من مصادر كثيرة أن يعرفوا ما هو الإسلام بعد هاي الأحداث. شنو الإسلام؟ من مصادر متعددة سمعت مختلفة أن نسخ القرآن الكريم نفدت. قرآن شنو هو؟ أحد علماء الدين كان يكلمني في ذاك البلد البعيد، قلت له: هذا مجرد تعرف على الإسلام، لولا اعتناق للإسلام.
يقولون الإقبال على معرفة الإسلام 4 أضعاف تضاعف أو 5 أضعاف. قلت له هذا مجرد تعرف أو اعتناق. فقال العالم الذي في تلك البلاد: التعرف مقدمة للاعتناق. كلام حلو. إذا عرفوا الإسلام، القرآن حقيقة فيه جاذبية عجيبة. النجاشي منو كان؟ ملك الحبشة. النجاشي واحد كافر كان. عندما جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه بدأ عليه بقراءة سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، دموع النجاشي جرت على لحيته حتى ظلت لحيته من دموعه. العجيب، راجع الروايات، الأساقفة الذي كانوا مع النجاشي علماء المسيحيين جرت دموعهم عندما سمعوا سورة مريم حتى اخضلت مصاحفهم، كتبهم اللي كانت عندهم. القرآن فيه جاذبية عجيبة. حتى إحنا اللي ألفنا القرآن وعشنا في أجواء القرآن، إذا شوية واحد يتأمل، إذا شوية واحد يفكر، القرآن يهز الإنسان من أعماق. القرآن كتاب عجيب حقيقة. قرآن وأخلاق، المبدأ والأخلاق. هذا الرجل شاف هذه المرأة ضعيفة في المطر، المرأة أولى، هذا خلق من أخلاق الإسلام، اعطاها المظلة وراح، لا سألها من أنت شنو كذا. بعد عدة أيام هذا طالب جامعي في ذلك البلد خرج من الفصل وإذا بتلك المرأة واقفة. قالت له: أنا حققت حولك، أنت فلان من البلد الفلاني، إما هذا البلد أو إحدى بلاد الخليج، الآن مو في ذهني. هذا العمل اللي فعلته، هذا مبدأ في دينك يسمى الإيثار. أنت محتاج إلى المظلة ولكن آثرت، وهذا مبدأ عظيم يدل على دين عظيم. شنو هو دينك؟ عرفني. فشرح لها الإسلام فأسلمت لرب العالمين. عمل، عاطفة. رجل آخر من هذا البلد كان في ذاك البلد، صديق كافر عنده، كافر، كان عندما يروح يشتري طعام يجيب طعام لصديقه، مو صديقه يعني، وياه في الفصل في الجامعة. قال لي: ليش تعمل هذا العمل؟ هذا عمل غير مألوف، هذا الإطعام اللي عندنا مو مفهوم في العقلية الغربية، يعني شنو إطعام؟ قال: في الواقع هذا مبدأ من مبادئ دين، الإطعام محبوب في الإسلام. قال له: ما هو دينه؟ قال: ما أعرف، ما أدري، ما عندي معلومات. أخذه إلى مركز إسلامي، عرفه الإسلام، فأسلم ذلك الغربي. عيادة المريض، الإمام الصادق صلوات الله عليه رأى جماعة، أظن أن هذه الرواية في الكافي، رأى جماعة يرحون، قال: إلى أين تذهبون؟ قالوا: لعيادة مريض. قال لهم: ما اصطحبتم معكم شيء من الفاكهة أو الطيب؟ قالوا: لا. قال: أما تعلمون إن المريض يستريح، شوف العبارة الحلوة، لكل ما أدخل عليه، مو احتياج، مو محتاج، قد يكون رجل غني، لكن عندما تأتي إليه بباقة من الزهور، هذا النوع من إظهار العاطف، نوع من إظهار المودة. تأتي له بكيلو من الفاكهة، تأتي له بزجاجة الطيب،
هذا يستريح لذلك. احنا في الواقع يجب ان نعيد النظر في حياتنا. هذا الجفاف الذي عندنا نوع من أنواع الجفاف في العلاقات الاجتماعية. في الحديث في الكافي: تبسمك في وجه أخيك حسنة. شوف واحد اضحك في وجه، تبسم في وجه. في حديث آخر: التبسم في وجه المؤمن الغريب. شفت واحد هندي بالشارع مؤمن، تبسم في وجهه ليشعر أنه مهان. حتى الخادم بحاجة إلى عاطفة، حتى هذا خادمكم اللي تطول مال بحاجة إلى عاطفة. عندما يجيب شاي أمامكم اضحكوا في وجهه، قولوا له شكرا، حتى هذا يحتاج إلى عاطفة. في حديث: من أكرم خادمه أمن. هذا يحتاج إلى حديث آخر. إحنا نكتفي في المنهج النظري للإسلام بهذا المقدار، ونذكر بعض الروايات في المنهج العملي. وأفضل أسوة لنا في ذلك رسول الله في تعامله مع الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. في حديث، أقرأ ثلاثة أحاديث بسرعة: قبل النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين. تقبيل، تجي للبيت طفلك موجود أخذه وقبله. تدرون هذه القبلة شقد مؤثرة في نفس الطفل؟ الإمام يقول: أكثروا من تقبيل أطفالكم، فإن لكم بكل قبلة درجة. قبلة درجة مجان. وتعلمون هذا شقد مؤثر في نفس الأب؟ إحنا الحياة تحطم أعصابنا، تسحقنا. إذا الأعصاب كانت مليون كيلو، الإنسان على أثر ضغط الحياة أعصابه تصير كيلو واحد أو تنعدم. هاي الأشياء حتى في نفس الأب مؤثرة، هو يرتاح. الإنسان الذي يعطف على الآخرين أول من يرتاح هو. فإن لكم بكل قبلة درجة. ثواب مجان. فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم. كأنه هذا مخالف الرجولة. فقال صلى الله عليه وآله: ما علي إن نزع الله الرحمة منك. هذه رواية. كان صلى الله عليه وآله جالسا فأقبل الحسن والحسين صلوات الله عليه، فلما رآهما النبي قام لهما. بعض العلماء يقولون أولا هذا بيان لمكانة الحسن والحسين أولا صلوات الله عليه، ثانيا هذا تعليم لنا إحنا الآباء الأجداد. قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه. ليش تأخرتوا؟ يعني واحد يتعامل مع طفله مثل ما يتعامل ويا حبيبه هالشكل، ويا صديقه. واستبطأ بلوغهما إليه. ليش تأخرتوا؟ فاستقبلهما وحملهما على كتفيه، واحد على هذه الكتف وواحد على هذه الكتف، وقال: نعم الراكبان أنتما. هذه رواية ثانية.
الرواية الثالثة حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، كان صلى الله عليه وآله يصلي في فئة والحسين صغير بالقرب منه، فكان إذا سجد جاء فركب ظهره الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهو طفل صغير حسب الظاهر، كان يأتي ويركب ظهر النبي صلى الله عليه وآله، ثم حرك رجليه، فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه برفق بلين، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وآله عاد إلى ظهره، فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته. إحنا إذا يصير لنا هذا الشيء ماذا نفعل؟ ننهر الطفل، ندفع الطفل. فقال يهودي، يهودي كان واقف، إنكم لتفعلون بالصبيان شيئا ما نفعله نحن، هذا الشيء عجيب. قال صلى الله عليه وآله: أما لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله لرحمتم الصبيان. قال اليهودي: فإني أؤمن بالله ورسوله. هذا الخلق، هذا الخلق الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وآله جعله يؤمن. إحنا يجب علينا هم في حياتنا العائلية، هم في حياتنا الاجتماعية، الأب مع أولاده، الأولاد مع أبوهم، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، يجب علينا أن نحاول أن نعيد بناء حياتنا من جديد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.